انا قلت تسرق الوقت القدير ديال الميت ديال اسمه الله طبعا قالت تلحق من الوالد ديالي الجيولوجي سيد داوود حسن اللي هو موظف المستشفى التقريبي هنا في حيث العرب فيه الخطا حسب المتعلم بالطوارئ ديالو 2003 الوقت اعترف فيا هو في 2002 على اساس انه كيعرف الحقيقه ديالي هنا توصلت بنسخه من صورها لهم هي ديال بانه ما راه تبلغ واللي تبلغ هو الاخ ديالي فهد يعني انا كنعرفو فيت مني ناقشت مع هاد المساله هو التوقيع ديالو ركز لي هنا التوقيع ولكن انا كنعرف اللي كيتسلم البلاغ كيكون رقم البطاقه التعريف ديالو لا ما كاينش رقم البطاقه التعريف هاي كاين رقم البطاقه التعريف على اي انا غنوجه لك رساله من هنا خويا فهد لان كتعرفني وجمعت معاك على الاطروحه اللي جيت بها لك تقول بان الكود الوراثي الفصيل الدم هو الذي يحدد هويه الانسان وليس التراث كما هو معتقد هو اللغه او اللون والانتماء الجغرافي على اساس ان با صح مع امي بطريقه غير شرعيه وتولد قبل ما تتزوج قبل ما تزاد انت ولا يتزوج بامك يعني انا في الضحيه ديال با قبل ما يتزوج بامك امي انا اللي ولدني معاها با كان وين تزوج بها وكان ويقلع على الراجل باش يتزوج بها ها نقول لك هاد الحقائق سول باك عليها سول با حسن عليها ونزيدك يعني الوالد انا ما بغيت منه لا ورث لا والو حتى انا ما نحتاجش لك لا ليك ولا لغيره كيما يومي انا بغيت اللقب ديالي باش ندفن في القبر ديالي باللقب ديال با حقيقي وما كاينش واحد في العالم اللي غيمنعني من هاد المساله هادي ثاني شيء زيد ناكد لك بقى بعيد على الصداع لان باك با حسن راه كيعرف شنو داير وانت باقي يعني صغير يعني كتطلع للمستقبل ديالك بقى بعيد على هاد المشاكل هادي انا كنقول لك ديري مني ناقشت معاك الاطروحه قلت لي الا السبغيات والسبغيات قلت لك راه فيهم العدل والاحسان فاش خرجوا قلت في المسيره ديال القدس وضربت فيهم قلت لهم انتم كتهزوا الاسماء للاخرين وخير فيكم ما كيعرفش تبا شكون هو ها على اساس ان الكود ولا ولا كيحدد هويه الانسان ماشي التيرات شحال واحد كي عنده ام عندها تلات ولاد شي طوال شي قصار شي عريض من ناشي هاد الشركه مجهوله الاسم بين انا كنت بحالك انت كتشبه عليا علاش كتشبه عليا ها الميم اللي يجي اللي عندي عندك ودوي وهنا نسيت نكمل هاد المسألة هادي فاش ناقشتك وبديت كنتحاور معاك في الأطروحة وتعصبت قلت لي لا السبغيات ما السبغيات لا ماشي السبغيات السبغيات ديك الأم الجنس يختص بالسبغيات ديال الأم والأب إيه أما الدم كيسير فيها قلت لي لا وعطيتك سؤال مباشر قلت لك واش الجنين منين كيكبر في البطن ديال أمه كيهز الدم ديال أمه ولا ديال باه وشوف فيك فيك يزد دير باه قلت لك هذا هو بيت القصيد وزدت قلت لك الله يعاون السبحة عليا كهاك ولا قلتها لك ها يعني شوفي بلا ما تبقى تنافقني انا قنعتك وما يبقاوش يخدموك ليا انت تتا عصب باش تضربني ها وما بغيتش ما بغيتش نتواجه معاه لان ما كنبغيش نتواجه مع السلالة ديالي سواء من قريب او من بعيد والدليل على ذلك هو انا عارف با حسن الطيقار في طفولتي وراه انا كنولي با حسن عمر سمعت فيه قلت ما عندوش شي ها يعني عاطي الثقة وكل ما بغيت انا نطوات ضربتي ضد المافيا اللي عاود تبتك راهي مواجهة مع اكبر مافيا في اسفل وما قدرتيني السياسي لانك عندك لا ريسورس الذروة وانا كون ولد دابا نولد كراني ولدت ولدي كرا جدك لانك يعني كتقول لهم لبط مي ولدت شاركين الله الفرق بينه وبين 11 عام لا راه 15 عام من خمسينة الناس راه كتتزوجها ولا في 9 سنين كنسول عليها وانا قريت الابتدائي كانوا معايا مشاطيشهم كيحملوا المرأة كنقول لك لان داك الوقت اللي كان جيت ماشي هي الوقت اللي جاتي فيها انت هاد الشيء اللي طالع ها كتسمع كان الانسان راشد و 12 راشد يكون راشد انا 15 عام راه كيف بغيت يولد فيا انا هذا هو الدير هذا مبرر لا انا تقبل الواقع ولا كنت انت كتعيش لان في كبار داك خالك في العداله والتنميه راه استغل المشكل ديالي هو التمري ها اللي في البرنامج ديال العداله والتنميه باش يخدموا باش يخدموا داك الشيء حتى هو يعني سنوبول يجمع الاحزاب وجو دابا جميع الحكومه جات الحكومه ديال الاسلاميين كما قلت استغلوا المشاكل ديالي العائليه والاجتماعيه ها وفاق ما تخليهمش يستغلوك ضدي انايا لا انت ولا بحاسك وهذه ما نخليش شي واحد يوصل ليها لن اسمح لاي كان باستغلال المشاكل العائليه والاجتماعيه السياسيه كنقولوا لها متاكده وهذوك كيقولوا لا راه عنده النفقه وروشير بلي انا عندي النفقه وروشير تما تخلوني نشوف شي حسيات لان هاد شي حسيات واقف عليها دابا باش ندير بها المساعده القضائيه اه ما غاديش عطاها لي مشيت لقيت شي تلباشه مشيت للسؤال العام مشيت للسؤال قال لك رجع لرئيس الدائره لقيته دابا حاليا دابا عندي خارج عند رئيس الدائره قال لي راه راه ندور قدام مع القيد التوانسه راني درت اشهاد باني كنعس في الزنقه ها هو ومديري جا هو قاوس كنقول
بان كان بدون سكن وبدون عنوان بسبب تشريده يوم ولد، كما هو مؤكد بالشكايه الموجهه للوكيل العام للاختصاص من محكمه النقد هنا. يعني انا شط على راسي كلمه في الزنقه، عاد كاين هنا اشهاد.